الشارع التونسي. الشارع التونسي رجعنا لكم من جديد، مواصلين معكم حتى النصف نهار، وتواجه موعد لينيسياتيف دو جور. لينيسياتيف دو جور. في الانيسياتيف دو جور اليوم نحكيو على بن عروس، ونحكيو على توفير كسوة العيد لكل تلاميذة مدرسة النور للمكفوفين ببير القصعة. والأكثر تفاصيل ينضم لنا رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن الطفل الكفيف غازي المروعي. أهلا وسهلا ومرحبا بك سي غازي. يومك سعيد أستاذة، صباح الخير. صباح الخير مستمعينك في ثلاثة فهم، وشكرا لكم مبارك اللي هو على الأبواب. سي غازي نحاولوا نقعدوا في مكان نجموا نسمعوا فيك باكثر وضوح. انا خاطر مانيش نسمعوا فيك، مثالش كان نعاودوا نتصلوا بسي غازي مره اخرى بشكل نجموا نسمعوه باكثر تفاصيل. نذكروا اللي في الانيسياتيف دو جور اليوم نحكيوا على كسوه العيد لتلامذه مدرسه النور للمكفوفين ببير القصعه، نحكيوا على البدره هذه في اطار المواصله نتاع العمل الاجتماعي في اسناد الفئه هذه، كل معناتها اللي يستحقوه بمناسبه العيد، وادخال الفرحه الى قلوب ابناء المدرسه الابتدائيه مدرسه النور للمكفوفين ببير القصعة، خاصة وأن الجمعية على دراية بالوضعيات الاجتماعية اللي تحتاج للمساعدة، تحتاج للإحاطة. ورحبوا من جديد بضيفنا رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن الطفل الكفيف غازي المروعي. أهلا وسهلا وصباح النور من جديد. صباح الفل أستاذ، نهارك أسعد الأيام، تحية ليك ولجميع مستمعيك في رسفان. مشكور جدا على التدخل معنا. إذا اليوم نحكيو على البدرة هذه، البدرة توفير كسوة العيد لتلامذة مدرسة النور للمكفوفين. اي هو الموسم الخامس والسنه الثالثه على التوالي بديرة كسوة العيد لجميع اطفال مدرسه النور المكوفين، وللسنه الثانيه على التوالي ستكون كذلك موجهه لتلاميذ مدرسه النور المكوفين ببير القصعه ومدرسه الكفيف بسوسه. ونحن توا انا كان فيك صديقي السائق في اتجاه مدرسه الكفيف بسوسه. نحكيو على 65 كسوة في المدرسة الابتدائية دير القصعة، وتقريبا أكثر من 50 كسوة إلى مدرسة الكفيف بسوسة أستاذة، وهذا بفضل مجهودات الحقيقة مجموعة من النساء المناصرات للأطفال من ذوي الإعاقة البصرية، تحية تقدير وكبار لهن، اللي ثلاث سنوات على التوالي بالتعاون مع الجمعية وبشراكة مع جمعية التونسية للدفاع عن الطفل الكفيف، اللي احنا كوساطة نعطيهم القياسات نتاع الصغيرات بالضبط باش تكون كسوه ملائمه لهم هما، وفي اليوم الديستيني نجيو نوزعوا لهم ونسلموهم الكساوي نتاعهم باش الوليدات يرجعوا لديارهم فرحانين، عدوا امتحاناتهم وان شاء الله ربي ينجحهم وان شاء الله عيدهم مبروك. انتم في متابعه متواصله للوضعيات نتاع الاطفال هذوما؟ اكيد اكيد يا استاذه، لانه نحن الجمعيه التونسيه للدفاع عن الطفل الكفيف اكثرها تتكون من اساتذه من فاقدي البصر المباشرين لعمليه مدرسه الاطفال والمعاينه ومراقبه والدفاع عن الاطفال هذوما صلب المؤسسات التربويه، فتقريبا الكلام ذا الكل نعرفوها مين وين موجوده، شنو وضعها العائلي، شنو وضعها الاجتماعي، ساعات نوصل وضعيات اللي حتى اخر اخر ايامات العطله نلقاو رواحنا كمجتمع مدني وجه لوجه مع وضعيات نتاع تلامذه اللي غير قادره باش تروح لدارهم، معناها اللي تلقاه في رياف جندوبه ولا رياف الكاف، فنضطروا نقوموا ببعض التركيبات التيسيريه نسهلوا لهم وضعيه الولوج الى ديارهم. هذيا انتم في متابعه كما قلت لنا متواصله هذه الوضعيات الاجتماعيه، الجانب الاجتماعي للعائلات، الجانب الاخر هما التلامذه، الجانب التعليمي التمدرسي، معناتها قاعدين يزاولوا في دراستهم بطريقه عاديه وفي ظروف مناسبه. تعرف يا استاذ انه الاطفال من فاقدي البصر بالجمهوريه التونسيه يامون مدارس تابعه لوزاره التربيه، معناها فيها نفس التعليم اللي يتلقاه ولدي وولدك البيولوجي في المؤسسات العاديه، فقط تختلف الكتابه، كتابه بنظام براي. لوليداتنا يتلقاو تعليم في المدارس الابتدائيه من السنه الاولى للسنه السادسه، بعد ينتقلوا للمدارس الاعداديه والمعاهد الثانويه ويجتازوا بكالوريا اداب، مازالوا مثلا يوم 10 افريل فارت بكالوريا اجتازوا بكالوريا الرياضه
وكان بحضور سيد وزير التربية سيد محمد علي بوغديري و وزير شؤون وزير شؤون الرياضه يعني وشباب الرياضه سي كمال قديش. اذا في نفس الاطار يعني زاد نهار 10 ابريل زار وزير التربيه زار المعهد الثانوي المكوفين بصوره فجائيه تقريبا جاها مع السبعه غير اربعه غير ربعه كيل الحق على شقال فتر شق فتره معاهم وتكنا تواصلنا معك كمجتمع مدني وقلنا له انه وضعيه الوليدات هذوما كان عندهم بعض الاشكاليات والحقيقه كان السيد الوزير اكد انه سيمكن تلامذة معهد الكفيف ببن عروس من سياره جديده لانه باش يسهل تنقلهم لان سيارتهم تقريبا ولات ما عادش تصلح لل للاستعمال معناتها ما عادش تكون صالحه للاستعمال السليم اللي يضمن سلامتهم وهذا وقتاش؟ هذا نهار 10 ابريل كان زارهم تقريبا قلت لك تقريبا مع السبعه غير اربعه نتاع العشيه وحضر شق معهم الفتر جاء بصوره الحقيقه باش تكون صادقه معاه بصوره فجائيه معناها ما بيناش بيه باش تكون ولكن بحكم اني انا مثلا انا نخدم غادي العشيه فكنت حاضر معناتها على الحضور وعاين الاعاشه والاقامه وضحهم وكما قلت لك تعهد بانه سيسند للمعهد سياره جديده وفي كواليس وزاره التربيه انا نعرف انه ماهيش باش تكون سياره باش تكون ميني بيوس تقريبا تاع 12 بلاصه وهذا معناها بدري تخير لانه الحقيقه احنا عانينا برشا 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 من مع جميع الوزراء اللي تعديت على وزاره التربيه تلاقيت معهم كلهم تقريبا سواء كاستاذ مباشر او كرئيس جمعيه تونسيه للدفاع عن حقوق الطفل الكفيف كل مره يقولوا لنا هو جمعتين اخرين نجيبوا لكم سياره وجمعتين وشهر اخر نعطيكم سياره تقريبا الوزراء الكل ما بعد الثوره للامانه معناها كلهم وعدونا ان شاء الله المره هذه تكون ثابته وحتى في بيان وزاره التربيه في الزياره اكد انه تعهد الوزير بانه باش يمكنها من سياره جديده. واضح مشكور جدا رئيس الجمعيه. احب بالله بعد اذنك تحيه شكر وتقدير للنساء المناصرات لحقوق الاطفال من ذوي الاعاقه البصريه الاستاذه زهره، الاستاذه مفيده، الاستاذه نايله، الاستاذه فتحيه على المجهودات الكبيره برشا على خاطر مش من السهل باش يوفروا لك تقريبا 100 واكثر من 110 كساوي ولا 115 في ظرف وجيز للسنه الثالثه على التوالي وللسنه الثانيه على التوالي راني وقت نقول لك للسنه الثالثه على التوالي كانت المواجهه لبير القصعه فقط وللعيد الثاني على التوالي مواجهه لبير القصعه ومدرسه السوسه واحنا في اتجاه كما قلت لك مدرسه السوسه لايصال معناها الكسوه الخاصه بالاطفال نتاع مدرسه الكفيف بسوسه واللي عددها على المتابعه. مشكور جدا باش نكمل المعلومه واللي عددها تقريبا 50 كسوه باش توصل للاطفال في سوسه مدرسه المكفوفين. بعد ما وصلنا 65 نهار الاثنين الى مدرسه الكفيف بن عروس. مشكور جدا رئيس الجمعيه التونسيه للدفاع عن الطفل الكفيف غازي اللامروعي على كل هذه التفاصيل فيما يتعلق بالانيسياتيف دو جور لليوم. احنا مازلنا مواصلين معاكم حتى نصف النهار من بعد شويه في الرادار باش نتعرفوا على احوال الطقس فيما يتعلق بالعشريه الاخيره لشهر افريل مقارنه بالشهر اللي فات ومقارنه زاد بالعام اللي فات. هل انه الطقس يعتبر معقول والا لا المده الجايه وخاصه انه برشا فينا نتسائلوا كيفاش باش يكون الطقس في العيد من بعد شويه الاجابه باش تكون في الرادار.